الأطباء الداخلين والمقيمين شكونهم؟ إذا اللجنة ديالنا كتمثل 18 الجمعية اللي كتمثل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان اللي كاينين في طنجة، في وجدة، في فاس، في الرباط، في الدار البيضاء، في مراكش وفي أكادير. دونك 18 جمعية هي اللي كتمثل جميع الأطباء الداخلين والمقيمين في المغرب. هاد الأطباء الداخلين والمقيمين باش نفسروا للمواطنين الكرام هما اللي كيقدموا أهم الأدوار اللي أهم الأدوار الطبية داخل المستشفيات الجامعية اللي كاينة في بلادنا. منين كيدخل المريض للمستشفى الجامعي اللي دخل المستعجلات غالبا غيلقى طبيب داخلي في الاستقبال ديالو. منين غيبغي رأي اختصاصي غيلقى الرأي الاختصاصي غيعطيه له طبيب مقيم. منين غيبغي يدوز راديو غيدوزو له طبيب مقيم. منين غيدير واحد التحليلة طبية غيدوزها له واحد الطبيب مقيم. منين غيبغي الجراحة راه غالبا غيفتح له واحد الطبيب مقيم. إذا منين غيبغي الدواء اللي غياخد داخل المستشفى الجامعي غيعطيه له واحد الصيدلي مقيم. العلاجات ديال طب الأسنان كيقوموا بها الأطباء الأسنان المقيمين والداخليين. إذا هادو هما اللي كيقوموا بأهم الأدوار وأغلب الأدوار داخل زعما كيفا وكما داخل المستشفيات الجامعية تحت إشراف أساتذة ديال التعليم العالي مشكورين على المجهودات ديالهم. الدكتور علي فارسي المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء الداخلين والمقيمين. إذا بالنسبة للإضراب ديال هذا الأسبوع ديال الأسابيع السابقة هو إضراب اللي كيجي نتيجة للتماطل الكبير والغير مفهوم من طرف الحكومة في التعامل مع الملف المطلبي ديال الأطباء الداخلين والمقيمين، واللي في الحقيقة هما كيقوموا بأدوار جد مهمة داخل المستشفيات الجامعية وطنيا، وهما الركيزة الأولى ديال هذه المستشفيات الجامعية في الخدمات الطبية تحت إشراف الأساتذة ديال التعليم العالي. وكاين ملاحظة ديال أنه كاين إهمال وتهميش ديال هذه الفئة واللي هو غير مفهوم. الخطوات النظرية المقبلة حنا نتمنى أنه يكون واحد تعامل سريع مع هذا الملف المطلبي ديالنا باش نرجعوا للموقع الطبيعي ديالنا اللي هو المستشفيات الجامعية وبجنب المرضى. ولكن في نفس الوقت إلا ما كانش هناك استجابة، الأطباء الداخلين المقيمين متشبتين بالمطالب ديالهم وبالحقوق ديالهم، وغنهجوا الأساليب اللي هي قانونية مكفولة دستوريا وقانونيا لنا. حنا كنتمناو انه يكون واحد تجاوب سريع من طرفه وانه لقاو حلول زعما لهذا الملف هذا. السلام عليكم، معكم دكتور معروف فاطمه رئيسه جمعيه الاطباء المقيمين بالدار البيضاء وامينه المال في اللجنه الوطنيه للمغرب للاطباء المقيمين والداخليين. جمعنا اليوم في واحد ندوه صحفيه كنطالبوا بتوضيح الملف المطلبي اللي على الاساس ديالو كنقوموا بهاد الاضرابات. هاد الملف المطلبي صراحة كيتشمل بزاف المطالب اللي هي كتبان لي مطالب بسيطة واللي تصادفنا بواحد التعنت في الاستجابة من طرف الحكومة عليها. دونك قمنا بلقاءات عديدة مع الوزارة وفي هاد اللقاءات ما خرجناش بواحد الاستجابة كاملة على هاد الملف المطلبي. دونك الملف المطلبي كيشمل بنود كثيرة اللي غنشاركها معكم باغ لا سويت، ولكن أهم بنود اللي هي الإشراك في هاد الجي اس تي اللي هي المجموعة الصحية الترابية اللي واحد النهج جديد غيقوم به البلاد ديالنا واللي تصادق عليه سيدنا في اطار تحسين من جوده المستشفيات العامه في المغرب. وحنا معاه ماشي ضد ديالو، ولكن بغينا الاشراك ديالنا في هذه المنظومه لان كنبقاو كشغيله صحيه كنشكلوا اكثر من 50% كاطباء داخلين ومقيمين في هذه المنظومه، فعلى الاقل يتخاد الراي ديالنا وكيتخاد على الاقل التصور ديالنا في هذا النطاق. فمن غير الاشراك كنطالبوا بتحسين من التعويضات ديال الاطباء الداخليين والاطباء المقيمين الغير متعاقدين اللي مالوغوزمون باقيين كياخذوا قل من 3500 درهم، يعني قل من 5 درهم الساعه حشومه في اطار الخدمات اللي كيقدموها كغيرهم من زملائهم في القطاع. دونك من غير التعويض كاين التكوين اللي كما ذكرت فيه بنود كثيره وغندوي فقط على الدبلومات الجامعيه اللي كطبيب مازال كيتخلص باغ اكزومبل 3500 درهم كيقدر يدير دبلوم جامعي في اطار تحسين من جوده وتكميل التكوين ديالو اللي كيقدر يوصل حتى ل 20000 درهم وهو ما عندوش. فكنطالبوا من المستشفيات
مسؤوليات الجمعيه او الوزاره او الجروبمون سانيتير تيريتوريال انه يتكفل بها في اطار تحسين من جوده التكوين ديالو. واخيرا الخريطه الصحيه الترابيه اللي مازال كنلقاو فيها واحد الغموض ومازال ما فاهمينهاش اكزاكتومون، دونك بغينا التوضيح اكثر عليها. فوالا هاد الاضرابات كنأكد انها ما كتشملش القطاعات الحيويه في المستشفى اللي هي العنايه المركزه والمستعجلات والحراسات، لان كنبقاو اطباء واهم حاجه عندنا هي صحه المواطن، فكنحاولوا نديروا اضرابات من غير الشلل ديال القطاع ديال الصحه. التوقعات ان شاء الله كنتمنوا ان الامور تحسن. حنا كما قال المنسق الوطني كنتعاملوا مع مؤسسه ماشي مع وزير، فكنتمنوا هذا الوزير اللي جا يكون عنده واحد العين حكمه ويتصرف مع الملف المطلبي ديالنا بعقلانيه وبجديه وياخذوا بعين الاعتبار باش الامور ان شاء الله ما بغيناش نكثروا من هذه الاضرابات وباش الامور ان شاء الله تمشي في المجرى ديالها وتسالي هاد الإضرابات إن شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.